بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي بالقناة، منوريني ومشرفيني. حيا الله متابعات القديمات وحيا الله متابعات الجديدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تلقون في قناتي المتعة والفائدة. اليوم إن شاء الله كذا بأخذكم جولة معاي صغنونة، تشوفون فيها بعض الأغراض اللي جبتها علشان نزين فيها المجلس عشان رمضان إن شاء الله، وكمان بوريكم بعض الأغراض اللي خذيتها لصديقتي. مش كل الأغراض، بعض الأغراض، لأني متأكدة أنها بتشوف الفيديو، فما أبغى أخرب المفاجأة. وش الفائدة؟ بس حاب أقولك جيبي حاجة علشان تشربينها وتعالي شوف الفيديو. حاب أقولكم أنه أنا مبارح سويت إعلان بأول الفيديو المحل تبع غرف نوم، مع الأسف الصوت ما كان واضح، فحبيت أنه أنا أرجع أعيد الإعلان للمصداقية. طبعا يا بنات، هذا حساب يوفر لكم اي سرير تبغونه بالتفصيل اللي انتم تختارونه، اي ديكور تبغونه يفصل لكم اياه بموسوعه كبيره من الاقمشه. اسم الحساب غرف نوم، ادخلوا عليهم وخذوا فره وشوفوا اسعارهم. راح اخلي لكم رابط حسابهم تحت في صندوق الوصف واول كومنت مثبت. ابراء للذمه، انا ما جربت شغلهم، لكن ان شاء الله انهم ناس كويسين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا يا بنات المحل زاوية الوسام، أتمنى يكون الاسم واضح لأنكم دائما تسألوني على أسماء المحلات. تمام، واضح زاوية الوسام. ماما أنت شو؟ متحمسة. متحمسة. أنا من داخل المحل، من حسن حظي ما في غيري، تخيلين، بس البياعات حقين الكاشير، حقات الكاشير، وأنا فقط. شوفوا هذه الصحون القش اللي كانت عندي على الطاولة بالمطبخ، شوفوها 23، جايبين أحجام ثانية، جايبين مدور حلو الصراحة، جايبين أطقم مناديل حلوة. شوفوا هذه العلب، هي مية حافظات بهارات، بس حبيت البهارات، شوفوا هي حلوة، حلوة للبهارات، حلوة للشاي والسكر. فيك تشيلين هذه يعني تستغلينها، مرة حلوة عجبتني. في أحجام كبير وصغير، شوفوا هذول الصحون مرة حلوات. ستاندات للشاي، شوفوا هذا الستاند وهذه القاعدة فوق، حلوات مع بعض. في عندهم موسوعة كبيرة إن شاء الله. ماما أبشري، شوفوا هذول السفر طاس، ثلاثة أربعة مع بعض، قديمات مرة. هنا موسوعة كبيرة من الأدوات، تشوفون لا يعد ولا يحصى. تحتارين وش تاخذي؟ من جربت هذا الجهاز يا بنات؟ جهاز لف ورق العنب، أحسه خايس، أحس بإيدي أسرع وأحسن، ماني عارفة، خذ ضجة كذا أحس على الفاضي. هنا الصحون اللي هنا عجبتني، شوفوا هنا ترامس رمضانية حلوة، تشوفونها مرة حلوة، أحمر وأسود، ما أدري عن حفظ الحرارة بس ما أعرف يعني. شوفوا هنا هذه علب رمضانية، بش حط فيها يعني، أحس إني ما بحتاجها يعني، وما أحب إنه أجيب علب بهارات رمضان يعني مخصوصة، الخير شهر واحد يخلص يعني.
بس قاعدة أوريكم تشكيلة حلوة هنا. يعني في عندهم أطقم بهارات كاملة، شوفوا زي هذا، هذا يا بنات ب20 ريال، شوفون كاتبين عليه 23 بس الفاتورة يطلع ب20. حلو صراحة، خامته حلوة، في منه ألوان بعد، في أخضر وفي بنفسجي، هذا البنفسجي شفتوا يوم ألقى ما في أحد، الأخضر راحتي بالتصوير يعني، بس أستحي لما يكون في ناس أصور. هذه حلوة بس ديكورها مش رمضاني، يعني أحس ديكورها مو رمضاني، حاجة رمضانية. شوفوا تقول أنا أعلم بابا، تبغى تشتكيني على أبوها. شوفوا هذا إيش، أحسبها مبخرة، لا شوف أشوف في هذه عجبتني، هذه حسيتها حلوة، هذه شوفوا هذه كلها مباخر ومبخرة حلوة رمضان يعني. شوفوا هنا الكعبة، خليها ماما معك عشان تمسحين خشمك، خليها. شوفوا فوانيس متهبل يا بنات، تشوفون طبعا انا خذيت فانوس رمضاني وخلصت يعني، فما احتاج انه اخذ، بس اوريكم الاشكال. انا خذيت فانوسين من عندهم، خذيت واحد زي هذا زي كذا خذيت، وخذيت واحد زي ايش، واحد زي هذا، كلهم يقولون رمضان كريم يعني كلهم. شوفوا هذول حلوات بعد، انا ما راح ازين الا مجلسي اللي نقعد فيه، بس البيت ما راح ازين فيه ولا شيء، بس المجلس هو اهم شيء. والله معاي من اول وجديد، شوفوا اليوم ان شاء الله بوريكم الاشياء اللي شريتها علشان بزين مجلسي لرمضان بمشيئة الله تعالى. جبت اغراض خلاص بوريكم اياها، وكمان جبت اغراض، في اغراض لقيتها حلوة برسلها لصديقتي الله يسعدها يا رب، اتوقع حفظتوها ام ناصر الله يسعدها يا رب والله يوفقها، فجبت لها شوية اغراض كمان راح اوريكم اياها كذا. خلونا اول شيء نبدأ بالمشتريات، اللي لصديقتي بقول لصديقتي واللي لي بقول. اول حاجة خذيت لي هنا، شوفوا اشتريت هذه النجمة، حسيتها مرة كيوتة وحلوة تتعلق تعليق، خلاص بعلقها على الباب تبع الحديقة، حيل حبيت منظرها. طبعا انا ما راح ازين كل البيت، انا بزين بس الغرفة اللي احنا نقعد بها، ما راح اوزع زينات رمضان بالبيت وما ادري ايش، ولا المطبخ ولا اي حاجة، فقط المجلس اللي احنا نقعد فيه. حبيت هذه النجمة، سعرها يا بنات 11 ريال، خلاص بهذه الاشياء يا بنات من زاوية الوسام. ركزوا باسماء المحلات اللي اقولها انا للبعض، تشك تشك تشك، تسوي سكيب للفيديو وبعدين تسألني اسم المحل زاوية الوسام. طبعا تتعلق كذا وتشتغل، بوريكم شوفوا، اسحب هذه بس، شايفين ليش؟ ايوه تمام كذا البطارية، شوفوا يا بنات مرة لطيفة وحلوة، مرة كيوتة، مرة جميلة، حيل حبيتها، شمعة كأنها حقيقية. طبعا بالليل توضح أكثر، فيكي كمان تحطينها على الطاولة إذا أنت حابة زي كذا كديكور يعني، وفيكي تعلقينها تعليق، أنا أكيد أكيد أبغى أعلقها، بتشوفونها بإذن الله تعالى، بس نسوي مع بعض زينة رمضان. طيب الشيء الثاني اللي خذيته، شوفوا خذيت هذه التحفة الصغنونة، حسيتها كمان مرة لطيفة تتعلق، سعرها يا بنات 5 ريالات، برضو من عند زاوية الوسام، مكتوب عليها رمضان مبارك. خلاص ابغى اشيل اللي هنا، مرة كيوتة شوفوا، مرة لطيفة وحلوة، حيل حلوة من القش كذا، وفيها تعليقة من فوق لطيفة، حيل حبيت منظرها، مكتوب عليها هنا رمضان مبارك، مرة حلو شكلها. شوفوا كيف على الطاولة بعد اذا حابين، كمان كيوتة وحلوة، صغنونة تراها مرة خفيفة يعني، اتوقع لو تبغين تثبتينها بالسيليكون تجي بعد، لانها مرة مرة خفيفة يعني. النجمة وهذولا شوف كلهم تعليقات ورخيصات. هذه بدأ خذيت مجموعة اغراض خلاص، هذه يا بنات شوفوا سعرها 5 ريالات، انا عجبني منظرها من برا بس انا ما فكيتها. طيب فكها معاكم، ماني عارفه كيف يطلع شكلها، شوفوا يجي معها، انتم تعلقونها اوكي، شوفي تعلقينها من هنا
تصير كذا، هذه ثنتين حلو، شوفوا ثنتين تصير فانوس، وبعدين هلال يعني فوق هلال وفانوس، وتحت رمضان مبارك. بعلقها معاكم، بزبطها معاكم وبرد. خلاص هذه هي، شوف ركبتها، يبغى لها جهد جهيد عشان زبطتها. يعني شوفوا هنا فانوس والهلال، واخر شيء مكتوب رمضان مبارك. طبعا لما تثبت يبين منظرها، مره حبيتها، حيل حلوه ولطيفه، والورد اللي فيها حلو، في من هنا من تحت زي الدنديشه شايفين. باذن الله تعالى بس نركبها مع بعض بتشوفونها بمشيئه الله. طبعا جاي منها حبتين، انا خليت اربع فوانيس، يعني انا كنت احسب هذا فانوس وهذا فانوس، ما دريت انهم اربعه يعني، بس يلا هذا خليه رمضان الجاي اذا الله احيانا. هذه لها علاقه برمضان، هذه مكتوب عليها هوم، هذه بعلقها باذن الله تعالى بالعيد، فما راح احطها الحين. وريتكم اياها قبل سعرها 500. يوم سوينا الجوله هذه اللي خذيتها اخترت اللون الابيض، لان الخداديات عندي بيضة، فحبيت اللون الابيض والذهبي والنخيل اللي فيه، ما ادري احس تشكيلته كذا شكلها رمضاني يعني. سعرها يا بنات 11 ريال. تمام، خذيت معها مبخره، حسيت انها راح تطلع طقم. طبعا انا ركبتهم هذه الحال وهذه الحال، بس حسيت انه الالوان قريبه. هذه المبخره خلاص، حيل حبيت شكلها، مره لطيفه على شكل دله، بسم الله. انا هذه الالوان ترى مو ذوقي يعني، الذهبي والكذا مو ذوقي، بس عشان ديكور المجلس عندي. بتشوفون كيف يطلع مره حلو. هنا تحطون البخوره، وهذه يا بنات الغطاء حق المبخره كذا. شوفوا يا بنات هذا سعرها، سعرها مع الأسف 23 طلع خلاص. طبعا هي تحسونها سيراميك، وهذا الغطاء خلاص كذا. حيل حبيت منظرها يعني حلو مع هذه. الحين تعرفون ليش خليت الألوان هذه أنا، بتشوفونها إن شاء الله بمجلسي بإذن الله تعالى. لا ضبطنا مجلس رمضان بتشوفون. الأشياء اللي كمان خذيتها، قلت لكم باخذ هذه الشموع، أنا ما جربتها بشوفها. خلونا من الشموع الحين، بوريكم هذه بس عادي سلة خوص عادية. هذه بحطها بإذن الله تعالى بمكان، ما راح أقوله بالترتيب إن شاء الله بتشوفونه. خوصها صراحة رائع، سعرها يا بنات 23، زي اللي بالمطبخ عندي، بس اللي عندي بالمطبخ مربعة، هذه لا مدورة خلاص كذا. طيب خلوني أعبي كل الأغراض هنا، أكيد ما راح أحطها هنا برمضان لأني بالي في ديكور ثاني يعني. وهذه يا بنات الشموع، سعرها كمان 23، هذا المحل زي ما قلت اسمه زاوية الوسام. شوفوا هذه شمعة، ماني عارفة ايش البطاريات اللي جوا. اوكي بطاريات حلو، انا احسبها اللي بطارية صغيرة ما احبها. هذه وهذه وهذه، تشوفون تعمل يا بنات كلها بالريموت، معاها ريموت صغنون، بشغلها معاكم الحين نشوفها. هذا الريموت حقها، اوكي الريموت شريحة حلو. طيب خلوني احط هنا بطاريات ولنا عودة. بنات لا تسوون سكيب للفيديو ولا تمشون الفيديو، لانه في حاجة بوريكم اياها، حاجة وصلتني اللي عندها ابوها اخوها ولدها، متأكدة راح تحبين الحاجة اللي راح اوريكم اياها. انا سعيدة لما وصلتني حاجة فعلا حلوة. تعالوا الحين خلونا نشوف الشموع كيف صارت، وبعدين راح اوريكم الغرض اللي وصلني. شوفوا كيف، شوفوا ما احلاهم منظرهم، منظرهم يرد الروح. هذول انا ماني عارفه ايش، 6 اتش 8 اتش 4 اتش 2 اتش، ايش هذا؟ طيب ثاني، تضغطين يطفون شوي. شوف اتوقع سرعه الشموع اللي فوق، اتوقع اي سرعه الشموع اللي فوق هذولا، تتحكمين بسرعتهم اذا تبغينهم خفيف. شوفوا خفه، وتشوفون اللي هو الفتيل هذا، شوفوا خف، وتو اللي هي ثمانية اللي هي أعلى شيء، أتوقع زي ما توقعت خلاص كذا، شايفين سرعته. طيب اللايت، هذا اللايت اللي نفس الشمعة من داخل، إذا تبغين الإنارة تنزل تحت أو بس تصير فوق. مرة حبيتها، وعندك أون وأوف كذا، أوف طفت وأون اشتغلت، مرة حلو حبيتهم. أحسن ما كل يوم طفي كل زر، تمنيت إني خذيت كمية أكثر. حيل إذا حابين مثلا بنفس هذه الصينية مثلا القش فرضا، تحطون كذا وتحطون الوردة مثلا،
وهنا على طرف الخوص تحطون الشموع. شايفين؟ حيل المنظر أنيق، حيل المنظر حلو، يعني مجرد ديكور. مثلا خلونا ناخذ النبتة هذه نحطها، تمام كذا. شايفين المنظر حيل حلو. كل واحدة عاد تخلي مخيلتها تسمع. أبغى أوقف فيديو المشتريات شوي، وأبغى أوريكم هدية رائعة وصلتني من متجر وايت لاين. يا بنات لا تسوون سكيب. الشيء اللي هنا جدا 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 جميل، ما شاء الله تبارك الرحمن، وراقي. شوفوا، أرسلوا لي قطعتين قماش لأبو سارة، طبعا المتجر رجالي، كلها أقمشة رجالية، بس مو هنا الكلام، الكلام الجودة والسعر حاجة خرافية. خلونا نفتح البوكس مع بعض. قبل ما أفتح البوكس حابة أتكلم على تعاملهم، ما شاء الله تبارك الرحمن تعاملهم جدا جدا راقي، حتى المنسق حقتي تمدح بتعاملهم. الشيء الثاني جودة المنتجات الرائعة، وكمان التغليف إذا أنت حابة تعطينه أحد هدية. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح البوكس. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا جمال القطع اللي وصلتني، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا، أرسلوا لي قطعتين رجاليات، الله يجزاهم الجنة يا رب. أول حاجة شوفوا لي التغليف الأنيق، بس هذا اسم المتجر وايت لاين. حتى إذا تبغين تعطيني أحد هدية، زوجك، تهدين أخوك، أبوك، أي أحد، حاجة كذا تفتح النفس يصير أكلها سندويشة. يبغون يسحبون منتجاتهم مني. فعلينا. شايفين طبعا جمال التغليف، التغليف يا بنات فظيع فظيع فظيع. ارسلوا لي قطعة قماش وارسلوا لي معاها يا بنات الازرار، خلاص يعني القماش ومعاه الازرار مع بعض. وكمان بعثوا لي قطعة ثانية برضو، هذه تحسونها سكرية وهذه تحسونها بيضة، واضح الفرق، هذا سكري وهذا ابيض، ابيض صريح هذا. كمان ارسلوا لي معاه الازرار، والحلو فيه شوفوا حتى الشعار، المقاس، كل شيء عشان يطبع الخياط على الظهر من ورا. شوفوا وايت لاين اسم العلامة التجارية، وكمان ازرار، يعني في تعامل ارقى من كذا ما اتوقع فيه. الحلو يا بنات بالمتجر هذا انه الاقمشة اللي عندهم يابانية، اجود شيء ارسلوا لي اللي هو الياباني، الله يجزاهم الجنة. بنات عندهم موقع الكتروني اذا انتم حابين تطلبون من عندهم. طبعا اذا قلتي لابوكي ولا اخوكي ولا ابنك قماش ياباني، واكيد راح يفهم انا ايش اتكلم عليه. الكلام مو هنا الكلام، الاسعار خياليه خياليه خياليه، الاسعار تحفه. عندهم موقع الكتروني اذا حابه تطلبين من عندهم، وكمان عندهم تشكيله رائعه سواء صيفي ولا شتوي داخل الموقع الالكتروني، وكمان داخل الانستغرام منزلين كوليكشن جديد للصيف، لا يفوتكم يا بنات. حنا على وجه العيد وحنا على وجه رمضان، تهادوا تحابوا. راح اخلي لكم رابط متجرهم تحت في صندوق الوصف، وكمان في اول كومنت مثبت. من الأشياء اللي أنا سعيدة أنها وصلتني، وسعيدة أنهم تعاملوا معي بهذا الإعلان، الله يرزقكم والله يوفقكم. شكرا وايت لاين، بالتوفيق يا رب، من المتاجر اللي ما راح أنساها لجودة المنتجات. أتوقع كلما نستغني عن البطاريات، أنا أخذت هذه البطاريات من أبو خمسة، والله يا بناتي يوفون ويكفون، يعني يعيشون معي فترة. يجيبها من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. في وحدة قالت لي أم سارة جيبي شاحن البطاريات، أنا طلبته من شي إن، هو يباع عند آيكيا، بس أنا طلبت زيه من شي إن اللي يشحن البطاريات، وبجرب أشوف حلو ولا لا، لأنه آيكيا ما عندنا بسكاكا. تمام، خلوني أطلع. خذيت هنا مخدات رمضانية، حبيت اللون لأن اللون ماشي مع الديكورات. كنت بطلب من موقع، بعدين قلت ليش، يعني ليش أخذ حق الشحن وما أدري شو، خلاص هي مخدتين وخلاص. هذول الثنتين يا بنات 23 ريال. خلوني افتح الكيس، حبيتهم حلوين يعني. شوفوا هذه مخدة مكتوب عليها رمضان مبارك، حلوة تمام، تحسونها كأنها مضيئة كذا. واحدة ثانية زي بعض، ما حبيت انه اغير بالالوان، حسيت مع الديكور الابيض والالوان الذهبية اللي انا جايبتها بيطلع حلو يعني. حبيت شكلهم مرة، هاديات وحلوات وفيهم حشو خلصات يعني. الثنتين يا بنات 23. هنا خذيت هذا الطقم لي ولصديقتي، واحد لي وواحد لها زي بعض، مرة أنيق وحلو، حتى اللون يعني رايق. هذا بفكه لأنه الطقم حقي عادي، بس طقمها ما راح أفكه. شوفوا مرة حلو لطيف، شايفين الصحن، وشوف الكوب، شايفين مرة حلو أنيق. شو رايكم بالديكور؟ مرة حلو. هذا يا بنات سعره 23 ريال، يجي فيه 6 صحون
ويجي فيه 6 أكواب. خلاص خذيت واحد لي واحد لها. صراحة كان في ألوان كثيرة، كان في أسود، بغيت أخذ الأسود بس ما حبيت النكشة اللي على الصحن، ولا نفس الكوب الأسود صراحة كان مرة فخم. خذيت هذا. خذيت كمان، خذيت لصديقتي هذه وهذه وهذه. خلوني أوريكم ذوقي، شوفوا. أول حاجة خذيت لها هذه المبكرة، حبيت شكلها. أنا أعرف ذوقها، ذوقها مو زي ذوقي، ذوقها يعني تحسه رسمي شوي. خذيت لها مبخرة سوداء لطيفة صراحة، حلوة. شوفوا هذه الصينية تبع المبخرة. وهنا في دلة صغنونة كذا كذا كذا، خلاص. وهذا الصحن اللي تحط فيه الصحن اللي تحط فيه الفحم، مش الفحم، البخور، البخور او العود. خذيت لون اسود رسمي شوي، ماني عارفه هي تبغى تستخدمه، بس حسيت اذا هي تبغى تحطه للرجال تحطه للنساء ماشي لونه يعني، لاني عارفه ذوقها. ما خذيت لها زيي، هي رسميه شوي، تحب الاشياء الذهبيه والاشياء هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا حسيتها شياكة كذا وأنيقة، تراي أعرف أتسوق للأشياء هذه يعني مذهبة وما أدري شو، بس ما هي ذوقي. غير المبخرة ولا حقة البخور هذه، شوفوا خذيت لها صحنين، هذول زي بعض الاثنين علشان لو جاها ضيوف. سعر الواحد 23 ريال. خلوني أوريكم كمان ذوقي، شوفوا. تمام كذا، طبعا انا ما راح افكهم لانه هديه يعني، بس راح اوريكم الشكل يعني. هذا ما راح افكه، هذا صحن وهذا صحن. تمام كذا. هذا يا بنات من هنا، هذا حامل، خلاص الحامل هذا يتركب بالنص هنا يعني، تصير زي الشياله اثنين. وفيها صحون، هذه الصحون من داخل شوفوا كيف رخاميه، هذا شكلها. وفي من هنا الاغطيه تبع الصحون يعني، هذا الصحن كذا، هذا الصحن كذا، وفي من هنا الأغطية تبع الصحون، يطلع المنظر زي كذا بالضبط، شايفين؟ بس هنا مو هم حاطينهم الشيالة اللي بالنص، مو مركبينها بالصورة. حبيت شكلها، خذيت لها صحنين زي بعض، هذا وهذا عشان إذا جاها ضيوف يعني حابة تستخدم. خذيت لها كمان هنا، خذيت لها هنا مبخرة كهربائية، خلاص؟ عارفين المبخرة الكهربائية اللي ما تحتاج فحم؟ تحطون المبخرة بس وتشغلون. خذيت لها لون ذهبي علشان إذا حبت تحطها على القوم. أوه فضي ورا فضي، أقول لك أنا عندي عمى نظر بالمحل. حاطي لي فضي هنا، شوفوا. يلا مي مشكلة أبدلها، المهم إنها لطيفة مرة، شوفوا شايفين حلوة يعني. كنت ماخذ أبغى لها اللون الذهبي يعني عشان تحطهم مع بعض، بس عادي أبدلها اليوم. بس تشكونها بالجدار يا بنات، تحطون فيها الفحم البخور وتشتغل. خذيت لها كمان هذا الطقم، صحون، طقم صحون شاي، طقم شاي. اوريكم اياه من داخل، مرة انيق وحلو شكله، شايفين؟ ايش رايكم بذوقي؟ طبعا الصحن وردي، شايفين الصحن وردي؟ وكاسة الشاي، شوفوا كاسة الشاي، شايفين؟ حيل رقيق. اخترت بعد في الوان ذهبية إذا حبت يعني مع بعض، شايفين جمال الشكل؟ مرة أنيق وحلو، يجي من داخل 6 كاسات و6 صحون. تمام كذا؟ كان في ألوان منه بس أنا ألوان سخيفة، الألوان اللي فيه ماني عارفة، ألوان كذا أخضر، ألوان حتى مي بواضحة. حسيت إن الوردي أرق شيء وأحلى شيء للحريم يعني. آخر حاجة خذيت لها هنا فانوس، طبعا هذا فانوس ناطق يتكلم على رمضان يعني، وفي من داخل إضاءة بس أنا ما أريد أشغله علشان يعني ما أفكفك فيه من تحت، خلاص. مرة كبير يا بنات شايفين، والبطاريات كبيرات اللي تحت، خلاص. بس والله هذا كان فيديو اليوم، أتمنى من كل قلبي تكونين استمتعتي واستفدتي. انتظريني بالفيديو الجاي بمشيئة الله تعالى. الفيديو الجاي الطريقة اللي كلكم طلبتوها مني، طريقة الجيمات، الطريقة مضبوطة ووزنية إن شاء الله تعالى.
خلاص كذا انا اقول لك اذا حبيتي قناتي لا تنسين تطقين عندي اشتراك وحياك يلا عندي بالقناه، واذا حبيتي الفيديو ما شاء الله تبارك الرحمن عدد المشاهدات عندي عالي، احصائيات القناه فوق المثالي، بس مع الاسف ما في لايكات عندي بالقناه، يعني ماني عارفه لايك صغير ما يضرك بشيء دام انك انت قاعده تستمتعين وتستفيدين عندي. بس والله كذا انا اقولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، استودعتكم الله.